سبق وأن صورنا لكم كيفية خبز اللواش. اللواش هو الخبز الأرمني المعروف. عموما التنور المستخدم لخبز اللواش يكون مدفون في الأرض. هذا التنور هسه. ويستخدم الحطب أثناء الخبز. ما يحتاج أن نشرح لكم، تلاحظون طريقة الخبز بدون شرح. كاني باركر منا توني ريميتش سألت كم دقيقة يبقى هذا اللواش أو العجين بداخل التنور؟ نقول تقريبا دقيقة. هل يمكن صاري عبدي؟ إذن بعد قليل تقول يبرد التنور الخبز راح يكون يطول أكثر الخبز، فبهالحالة راح يخبزون هذا الخبز اللواش اللي هو يابس. هذا يستخدم للأكل مع الباتشة أو أكلة الكراعين، بالأرمني يسموه خاش. الخاش هو الكراعين، أرجل العجول. والنوع الآخر مثل هذا اللواش، شوف هذا الطري يكون، هذا طري يخبزوه للبيت ويخزنوها، تقول حسب ما تقول لمدة شهر ممكن أن يخزنوها، يرشوها رشة ماء خفيف أثناء الاستخدام ويتناولوا. أما هذا الآخر اللي شفناه هذا يابس، شوفوا يابس، هذا اللي هو المستخدم للأكلة الباتشة.